بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولياء أمور الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نحل الأداءات والتقييمات الأسبوعية الأسبوع السادس للصف الثاني الابتدائي في مادة اللغة العربية. وطبعا هذا الأسبوع منزلش تقييم أسبوعي، نزل الأداء الصفي ونزل الأداء المنزلي، وهو اللي هنشرحهم النهاردة. الأداء الصفي الأسبوع السادس الصف الثاني الابتدائي، نشاط واحد من درس عندي موهبة. شاهدنا العرض الممتع في السيركي، ورأينا أثناء العرض الحيوانات المدربة والساحر. استخرج من الفقرة كلمة معناها التقديم. معنى التقديم طبعا العرض، وكلمة معناها خلال أثناء. وطبعا الكلمات دي موجودة في كتاب التلميذ، لازم يحفظها. رقم 2، رأت سلمى في السيرك عرض ايه؟ هنرجع للفقرة، رأينا اثناء العرض الحيوانات والساحر، الحيوانات والساحر. نشاط 2، صنف الكلمات الاتية في مكانها الصحيح، في وكلمة الاشجار والغروب وتنام والى ويكتشف. هنصنفها الى اسم وفعل وحرف. اول كلمة في، طبعا احنا عارفين في حرف جر، يبقى نصنفها في الحروف. كلمة الأشجار اسم لأنها نبات، وثانيا بها علامة من علامة الأسماء، الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، إذن كلمة الأشجار اسم. كلمة الغروب أيضا اسم، بها علامة من علامة الأسماء الألف واللام. تنام، طبعا تنام حدث يحدث في زمان معين، تنام الآن فعل مضارع، إذن كلمة تنام فعل. إلى حرف جر، يكتشف أيضا فعل. نشاط 3، رتب لتكون جملة. كلمة تلميذ ذكي هذا، هبدأ باسم الإشارة. لما لاجي ترتيب هبدأ باسم الإشارة، هذا تلميذ ذكي، هذا تلميذ ذكي. موهبتك علامة استفهام ما، طبعا هبدأ بأداة الاستفهام، ما موهبتك، وأضع في النهاية علامة استفهام. نشاط 4، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، عندي نقط في الرسم، عندي اختراع في الرسم ولا حكمة ولا موهبة؟ الرسم موهبة، يبقى عندي موهبة في الرسم. رقم 2، الذي يحمي الناس من اللصوص، شجاع ولا جندي ولا هذا؟ طبعا شجاع. رقم 3، سأذهب نقط صديقي مساء، سأذهب في ولا إلى ولا من؟ سأذهب إلى صديقي مساء. الإملاء اليوم الأول، النص الإملائي، التعاون هو ظاهرة اجتماعية نبيلة، القيمة التعاون، والحروف المتشابهة نطقا الذال والظاء. الفرق بين الذال أنها مرققة والظاء مفخمة، لكن الاثنين هخرج فيهم لساني، ذا والظاء. لاحظ الفرق في النطق، ذا ظا، ظا مفخمة. اليوم الثاني، النص الإملائي، التعاون هو سر القوة، فإذا تعاون الناس على عمل ما فإنهم يضاعفون جهدهم ويحققون أهدافهم، فالتعاون درع يحمي الفرد من الفشل. القيمة التعاون، والحروف المتشابهة نطقا الدال والضاد. طبعا فرق في الدال أنها مرققة دا دا، والضاد مفخمة ضا ضا دا ضا دا ضا. اليوم الثالث، التعاون هو مساعدة الناس لبعضهم لإتمام مهمة ما. القيمة التعاون، والحروف المتشابهة نطقا القاف والكاف، قا كا أيضا تفخيم وترقيق، القاف مفخمة قا والكاف مرققة كا. اليوم الرابع، النص الإملائي، الطالب المجتهد المتعاون هو الذي يسعى دائما إلى تطوير نفسه. القيمة أيضا التعاون، والحروف المتشابهة نطقا التاء والطاء، التاء حرف مهموس ومرقق والطاء مفخمة، تاء طاء تاء طاء. شوف الفرق بين الاثنين، تاء طاء. طبعا هم 4 نصوص فقط هذا الأسبوع. الأداء المنزلي الأسبوع السادس،
نشاط واحد صنف الجملة التالية: يحلق العصفور في السماء. كلمة يحلق طبعا فعل، يحلق فعل، العصفور اسم وعلامته الألف واللام، في حرف جر، وكلمة السماء اسم وعلامته الألف واللام وسبق بحرف الجر. نشاط 2 السيرة الذاتية، أكمل السيرة الذاتية من الكلمات التالية: الموهبة ومساعدة وجنى. الاسم طبعا جنى، جنى علاء. السن 25 عاما. نقط القراءة والكتابة: الموهبة القراءة والكتابة، المهارات التواصل مساعدة الآخرين، المهنة طبيبة. نشاط 3 أعد كتابة الجمل بشكل صحيح. 1 ذهب محمد في المدرسة، طبعا ذهب محمد إلى المدرسة وليس في المدرسة، في خطأ والصواب إلى. 2 غسل الأسنان إلى العادات الصحية، غسل الأسنان من العادات الصحية. رقم 3 يحفظ الطعام من الثلاجة، يحفظ الطعام في الثلاجة، من هنكتب فيه. ذهب محمد إلى المدرسة، غسل الأسنان من العادات الصحية، يحفظ الطعام في الثلاجة. نشاط 4 اكتب بخط النسخ الجملة التالية: طور مهاراتك لتحقق أحلامك. هيكتب الطالب كما هي: طور مهاراتك لتحقق أحلامك. هسيب لك إن شاء الله نسخة من الأداءات الصفية والمنزلية في الوصف تحت الفيديو، ولو نزل التقييم هنزل لك نسخة التقييم وهحاول أشرحها، إن ما قدرتش أشرحها هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو. كده انتهينا إن شاء الله، وانتظرونا في مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.